رب تكونوا بخير. انا انجي غزلان. فيديو النهارده هيكون اسمه اسك انجي. امبارح نزلت بوست على انستغرام وسناب شات وفيسبوك بقول لهم فيه انه اسكن كويستشنز عشان فيديو النهارده. الناس سالتني وفي اسئله كانت شويه تشالنجينج كده, وفي ناس سالتني على دايركت مسجز, وفي ناس عملت لي كومنتس على انستغرام. فانا دلوقتي ما تستغربوش اني ببص تحت بس لانه انستغرام في اللابتوب. هي نبتدي بقى. طيب انا اول حاجه قبل ما اقرا الكويستشنز هقول لكم جنرال اي دي عني. انا انجي غزلان, عندي 16 سنه, انا مصريه, مامتي سوريه. انا مصريه, مامتي سوريه, انا طالعه تانية ثانوي, انا من القاهره. اوكي لانو دوت اكس دي, do you get money from youtube and if you do how much? by the way I love you so much, thank you, I love you way more. اول حاجه ترجم الكويستشن, انت تكسبي فلوس من اليوتيوب؟ ولو انت تكسبي قد ايه؟ انا لسه مش بكسب فلوس من اليوتيوب لانه انا اصلا لسه ما عملتش الاكونت المفروض اكسب منه فلوس اللي هو جوجل ادسنس, لسه عندي مشكله فيه. لو حد عنده حل الموضوع ده يقول لي عشان مش عارفه اظبطه. فرح داوود, something you truly regret يعني حاجه انا ندمان عليها قوي. مفيش موقف عملته ندمان عليه قوي, بس ممكن اقول مثلا ثقه في الناس اوفر, دي حاجه هتتغير يعني. منار عباد, what keeps you going with YouTube videos? I mean what motivates you to do them and what do you study? قصدها يعني ايه اللي بيشجعني وبيحمسني ان انا اكمل وانا بدرس ايه. انا مش بدرس لسه حاجه, انا لسه في المدرسه. وهدرس ايه بقى في الفيوتشر؟ والله ما اعرفش يعني, شويه اقول اعلام, شويه اقول تمثيل, شويه اقول حاجات كده غريبه يعني. وايه اللي بيخليني اتشجع اني يعني استمر في اليوتيوب فيديوز؟ لاني حابه اتعرف على ناس كتير, وحابه يكون ليا كده انا سوشيبل قوي, فببقى عايزه يبقى في كده حاله اجتماعيه كده بيني وبين الناس جامده يعني, اتعرف عليهم ويقابلوني ونقعد مع بعض وتعرف على ناس جديده والكلام ده. وفي نفس الوقت انا حابه التمثيل وحابه التواصل مع الكاميرا والكلام ده, فمعرفتش اطلع فيه فقلت خلاص خليني افتح اليوتيوب بس كده. نسمه البحار, who's your idol and why? love you so much. حبيبتي, I love you way more. مين your idol يعني زي مثلك الاعلى وليه؟ مثلي الاعلى افتكرت دكتور مجدي يعقوب. بوسه منك من انجي لانك ليه؟ بوسه مني ليك يا دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب اللي ما يعرفوش هو دكتور قلب, مفيش حد ما يعرفوش, بس يعني اللي ما يعرفوش دكتور قلب بجد راجل مضحي وراجل يعني محترم كده. سلمى الزيني, one thing you fear the most, يعني حاجه بخاف منها اكتر حاجه, دي حاجه بخاف منها, ممكن اقول السنيكس. تعبين قوي. ممكن بقى لو انت بعيدا عن الانيمالز او بعيدا عن دي ستاف, to trust people يعني اني اصدق الناس قوي, دي حاجه بخاف منها, ما بضمنش بعدين ايه اللي يحصل. ميار, do you love me? say my name ميار. حبيبتي yes I love you so much. انت بتحبيني قولي اسمي ميار. بص مريم underscore خالد, can you handle eating a whole jalapeno? تقدر تستحملي تاكلي هالبينو كاملة كده اللي هو عارفين قرن الفلفل الاخضر ده؟ دي اورجع I can handle طبعا. ده لازم, ده ايه لازم اللبن ده. اوكي مش حاجه خالص. Underscore me 2001, لو خيروكي بين القهوة والشاي دي أورجع لك. تفتكري ايه؟ نكمل. Wild lilac, how many languages can you speak? I can speak 3 languages, French, English, وعربي. كم لغة تقدري تتكلميها؟ سوري نسيت اترجم. شيرين مدحت, a country you would like to visit and why? A country I'd like to visit, روما. نسيت اترجم يا جماعة, في حاجة غلط. ايه البلد اللي انت نفسك تسافريها وليه؟
نفسي اروح روما. نفسي اروح مين؟ روما، علشان روما بيعملوا باستا معينه وبيعملوا بيتزا معينه. يعني ممكن تقول عليا تافهه صراحه عشان عايز اسافر عشان حبه حاجات كده، بس انا فعلا عايزه اسافر عشان ادوق الحاجات دي. السؤال اللي بعده، حالة كامل 20، if you were kidnapped and they asked you how do you wanna die، تختاري ايه؟ لو انتي اتخطفتي وخيروكي تموتي ازاي، تختاري ايه؟ انا كمان اختار المدة، ده عمله جميل فظيع. طب بصي، لو انا هتخطفت واموت ازاي، فهبقى عايزة اموت مرة واحدة، عارفة لو كده مرة واحدة، ده هو كده. ازاي بقى؟ ما تسألنيش، ما تعذبش، انا ما يقعدوش يموتوا فيها بضرب، يعني لا، انا عايزه اموت ورا واحده، عارفه لو كده ما تخلينيش احس كده. ممكن يرموني من فوق، ايوه اعيش مغامره وفي نفس الوقت اموت. طيب مويه شعر. يا جماعه انا مش هبلة والله، بس يعني خلاص. مويه شعراوي، can you film yourself with pure natural face without putting makeup؟ yes، اكيد طبعا طبعا. انا اصلا مش بحط ميك اب كتير، هي بس يعني مش بحط ميك اب بخبي بيه حاجات، انا بحط ميك اب عشان يدي شكل ظريف. يعني مثلا بحط اي شادو، بحط بعمل اي براوز، بحط ليبستيك، بحط بلاشر. انا ممكن ما احطش دول خالص، او بحط ماسكارا، ممكن ما احطش دول خالص، لانه انا ما حطيتش حاجه اخبي بيها، يعني ما حطيتش كونسيلر فاونديشن ومش عارفه ايه، لا ما حطيتش حاجه اخبي بيها حاجه يعني. فا اوف كورس طبعا تحدي ليكي يا مايا، اصور فيديو المره الجايه، فيديو اكون فيه لوحدي يعني وما احطش ميك. That's it with the video. Hope you guys liked the video. If you liked it, طبعاً thumbs up. Subscribe to my channel. Social media هتكون تحت في description box أو صندوق الوصف. أتمنى يكون الفيديو عجبكم بس، وإيه استنوني في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي هيكون مع واحدة صاحبتي. أنتي مي. بس كده كفاية عليكم كده بقى النهاردة، وبس أتمنى الفيديو يعجبكم. خليني بس إيه.